في مشوارنا الصباح لنذهب وإياكم عبر أثيرنا وشاشتنا لنرحب بسعادة السيد سلطان الشمسي مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحكم بكل الخير سعادتكم. وعليكم السلام وصباح الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بكم، وأنرتم أثيرنا وشاشتنا بالتأكيد في هذا الصباح في فلسطين. يعني فعليا نحن نتحدث عن ملف غاية في الأهمية وعن خطوات إنسانية ومسيرة طويلة في العطاء، ولربما سنتناول ملف الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمرضى من قطاع غزة وفق الرؤية الإنسانية للإمارات. فعليا حتى هذه اللحظة ما استقبلته الإمارات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، كم تقريبا تقدر هذه الأعداد التي وصلتكم من أطفال فلسطين؟ في البداية طبعا حاجة طبية وأود إنسانية بشكل كامل في قطاع غزة جدا وصلت مراحل صعبة جدا، فيتطلب طبعا وقف لهذه الحرب وأيضا فتح المعابر بشكل كبير صراحة. الخدمات الطبية طبعا تتطلب دعم كبير. أحد التوجيهات اللي وجه فيها سيد رئيس الدولة أيضا للنظر في نقل 1000 طفل جريح بالإضافة ل1000 من مصاب السرطان. لحد اليوم طبعا استقبلت دولة الإمارات 710 من المصابين ومرض السرطان مع مرافقينهم، فيوجد العدد أكثر من 1500 يتلقون العلاج، وفي حالات الحمد لله تعافوا، وحاليا طبعا برنامج التعافي والإنعاش لهم خاص بمرض السرطان، وأيضا العوائل الموجودة هم في النهاية بين أهلهم وإخوانهم لحد إن شاء الله ما يكون المنطقة آمنة ويسهل عليهم إن شاء الله الرجوع. لكنهم طبعا البرنامج قائم ومستمرين إن شاء الله لحد ما نفذ هالتوجيهات بشكل كامل، وهذا جزء من الجهود الطبية تقوم بها دولة الإمارات. أيضا هناك المستشفى الميداني في رفح لا يزال يعمل، المستشفى العائم اللي هو الإسند أيضا في العريش أيضا بيستقبل حالات من أهلنا وإخواننا في غزة. بالإضافة طبعا تم العمل على إمداد بعض المستشفيات المجاورة أو المناطق غزة بالإمدادات الطبية، ويتطلب إن شاء الله أيضا في استمرار في الدعم هذا لهم. سعادتك، هل سنشهد مزيدا من دفعات المرضى الذين سيتم استقبالهم في الإمارات، وكذلك حول السقف الزمني المتوقع لعودة الأشخاص ممن استكملوا فترة العلاج في الإمارات؟ نعم، نحن مستمرين أختي في موضوع الإخلاء الطبي وعلاجه في دولة الإمارات. طبعا هو التوجيه 1000 طفل و1000 من مصاب السرطان. ان شاء الله يعني مجرد ان شاء الله ما يكون في فتح معابر بشكل اكبر نستقبل حالات، في تنسيق ايضا مع المنظمات الدوليه من ناحيه بالنسبه للحالات اللي ممكن ايضا نستقبلها فيها. طبعا الرجوع هو يعني بعد التعافي ان شاء الله وتسمح الاوضاع الامنيه بالرجوع، هذه نتحدث فيها، ولكن حاليا الأوضاع ما تسمح، فهم بين أهلهم وإخوانهم في دولة الإمارات لحد ما إن شاء الله يكون في هدنة إنسانية ووقف لموضوع العمليات هذه. فعليا ذكرت في مستهل حديثك سعادتك فيما يتعلق والتحديثات المتعلقة بذكرك للمشفى الميداني والمشفى العائم في قطاع غزة. إذا أردنا أن نتحدث حول أبرز هذه التحديثات المتعلقة بهذا المشفى، حول ماذا تتمحور، وكذلك لربما استمرارية سعيكم الدائم من أجل مواصلة الجهود وتقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال هذا المشفى؟ المستشفى الموجود في الداخل وطبعا يتجاوز 200 غرفة. يوجد فيه أكثر من 100 دكتور وممرض وطبيب في الداخل، يعني لحد الحين يتجاوز أكثر من 20,000 حالة علاجية وعملية، ومستمرين أيضا استمرار العلاج لهم والإمدادات. بالإضافة أيضا المستشفى هذا أيضا يدعم
المستشفيات المجاورة موجودة، كان شهداء الأقصى، كان ناصر، كان مستشفى الكويتي وغيره، 6-5 مستشفيات أيضا هناك في طلب في إمدادهم بالمستلزمات الطبية. اللي في العريش أيضا هو مساند لهذا المستشفى، لحد اليوم أكثر من 1000 عملية، 2500 حالة تم علاجها. أيضا في 100 سرير، أكثر من 60 دكتور وطبيب ممرض موجودين في المستشفى. يعني هذا جزء من الجهود الطبية تقوم بها دولة الإمارات في الداخل. نعم، ونحن بالتأكيد نثمن هذه الجهود، ودائما وأبدا نتمنى بداية انتهاء هذا العدوان وهذه الحرب القائمة في قطاع غزة، ونعتاد دائما ونحن معتادين دائما على تقديم العطاء وأواصر المحبة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي. ونحن نشكرك جزيل الشكر سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتية شؤون التنمية والمنظمات الدولية، على هذه المداخلة وهذه الإطلالة والتوضيح فيما يتعلق بملف الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمرضى من قطاع غزة وفق الرؤية الإنسانية للإمارات. شكرا جزيل الشكر لسعادتك، ونواصل في مشوارنا الصباحي وكذلك الحال ضمن فقراتنا ومحطاتنا، ونتمنى